السلام عليكم. عبد الرحيم أيوب، رئيس جمعية نصر للتنمية البشرية، جماعة ولاد صغير، إقليم سطات. إحنا جمعية ذات منفعة عامة، جمعية فقيرة، دارت مجهودات، جابت واحد السيارة اللي هي عبارة عن سيارة إسعاف من إحدى الجمعيات، موهوبة من إحدى الجمعيات بإيطاليا. درنا مجهودات حنا كأعضاء جمعية ومنخرطين، والناس اللي ساهموا معنا من أوروبا اللي داروا واحد المجهودات كبيرة باش يعاونوا معنا على سيرة إسعاف، وجابوها لينا المغرب، ودرنا المجهودات ديالنا حنا كجمعية. رغم أن الجمعية فقيرة، الناس ديال جماعة ولاد صغير، وخصوصا دوار ولاد القاضي بنينات اللي فيه التأسيس ديال هذه الجمعية، ناس فقراء، ناس على قد الحال، يعني الناس محتاجين لسيارات إسعاف لأجل نساء حوامل، كاينين ناس كيديروا الدياليز، كاين عندنا ناس فيهم السرطان في الدوار، وناس فقراء. ولهذا درنا هذه البادرة أننا نتعاون مع هاد الناس، وعلى صعيد جماعة ولاد صغير، باش نخففوا شوية العبء على جماعة ولاد صغير. ولهذا حنا كنطالبوا من الجهات اللي مسؤولين يتعاونوا معنا على ترخيص، لان الترخيص حنا حتى جهه ما عرفناش اش من جهه اللي غادي نراسلو يعطيونا هذا الترخيص، لاننا راسلنا السيد رئيس المجلس الجماعي لولاد صغير طلب الترخيص لتسيير سياره الاسعاف منذ تاريخ 20/10/2019، ما جاوبناش. درنا رساله للسيد العامل في 31 ديسمبر 2019، إلى حد الآن ما جاوبناش. السيارة جاهزة واقفة، الوثائق ديالها كاملين موجودين بما فيهم ترقيم، كارد جريز، خلصنا الخيل. ولهذا احنا كنطالبوا من هاد الناس اللي مسؤولين على هاد الترخيص ديال هاد السير ديال سيارات الاسعاف يتعاونوا معنا. هذا هو الطلب ديالنا الوحيد من هاد الناس المسؤولين. ولهذا عاوتاني اتصلت بالسيد المندوب ديال الصحه، قال لي ودي انا راه ماشي من الاختصاص ديالنا اننا نعطيكم هاد الترخيص، الاختصاص ديال العماله. مشيت للعماله، قال اختصاص ديال الجماعه، مشيت للجماعه، حطينا لهم طلب ديال التسيير، ما جاوبوناش لا بوالو. السيد العامل تا هو راسلناه، ما توصلنا بحتى شي جواب. احنا ما عرفناش، احنا كجمعيه ما فهمناش واش احنا واش هاد العمل الخيري ما بقاش كيدار، ما فهمش واش هاد سيارات الاسعاف تبقى مركونه منذ 17/7/2019 الى يومنا هذا لمده دابا حوالي 8 شهور وهي واقفه السياره. والسياره كما كتشوفوا جاهزه بيان ايكيب، يعني من جميع المستلزمات ديال سيارات الاسعاف كاينين فيها. وشكرا.